أظن أن هنالك مشروع الاتفاق على تفاهم لما قد يشبه الانتصار، أي أنه إذا تم بالفعل وقف إطلاق النار على أساس أن فئة جديدة تستلم الحدود الجهة الغزية من الحدود، ولا تكون هذه القوة قوة من حماس، فيستطيع نتنياهو أن يدعي أنه تخلص بين قوسين من حماس. و بالفعل بغض النظر عن رأي الأشخاص عن شخصية دحلان، هو بالفعل لديه صلات جيدة بالأجهزة الأمنية الأمريكية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ويثقون بأنه قادر على القيام بهذه المهمة، بالإضافة إلى أنه بالفعل نجح في تحقيق علاقة معينة مع حماس، بحيث حماس تثق به، ولديه طبعا بعض أو جزء من الفلسطينيين الذين يعيدونه، وفي الآخر وراءه يعني الإمارات نفهم التي منك تستطيع. بأن الولايات المتحدة تحمل راية محمد دحلان الآن، تريد أن على الأغلب نعم، نعم. محمد دحلان كان رئيسيا في العلاقة الأمنية وبين إسرائيل والولايات المتحدة والأمن الوقائي الأمن، وكان جزء من ذلك تدريب القوى الأمنية طيب من أمريكيين، من ضباط أمريكيين، وقد